السؤال الأول، ما هي أول صحيفة صدرت في الوطن العربي؟ الوقائع. الوقائع المصرية، برافو يا رجاء، تحية لرجاء. طبعا كان مفروض أن يقرأ السؤال والثلاث الإجابات، بس هذا لا يمنع أنك إذا كنت متأكد من الإجابة تقولها يعني قبل ما أقرأ الإجابة. السؤال الثاني، في عام 1960 وقع زلزال في مدينة عربية. الجزائر. لا أخطأت يا عبد الله. على كل حال خلينا إحنا أقرأ السؤال ويعرفون المشاهدين. في عام 1960 وقع زلزال في مدينة عربية، هل هي في وهران الجزائرية أو أكادير المغربية أم طبرق الليبية؟ الصحيح أنها في أكادير المغربية، لو انتظرت يمكن أنك بتجيب. على كل حال السؤال التالي فقط لرجاء وسلمان، ماذا تعني كلمة مهاتما؟ لرجاء وسلمان، لا تفضل. الروح الفاضلة. الروح الفاضلة، برافو برافو. طبعا بالإمكان أنك تجيب إذا استطعت قبل ما أقرأ الإجابات الثلاث. السؤال التالي، إلى أي عام حكم المسلمون الأندلس؟ إلى عام، تفضل رجاء. 1492. 1492، برافو. أين تقع جزيرة كريت؟ في المحيط الأطلسي أم في البحر الأسود؟ البحر الأبيض المتوسط. البحر الأبيض، برافو يا رجاء. شدوا حيلكم، والله رجاء جاهز ما شاء الله عليه، لأنه زعلان ما حصل على درجات في الفقرة الماضية فيبغى يعوض. السؤال التالي، من مؤسس فن المقامة في الأدب العربي؟ عبد الله بن المقفع. بديع الزمان همداني. بديع الزمان، برافو يا رجاء. في أي سورة من القرآن ذكرت البعوضة؟ في سورة، نعم، البقرة. البقرة، وعشر درجات. السؤال الأخير، شدوا حيلكم يا شباب، شدوا حيلكم، قريبين على الجرس انتو. السؤال الأخير في هذه الفقرة، من أول من ابتدع نظام المائدة المستديرة؟ هل هو هتلر أم جون آدمز أم آرثر ملك بريطانيا؟ آرثر ملك بريطانيا. آرثر، وعشر درجات يا رجال. برافو يا رجال، حقيقة الأخ رجاء كان نشيط معنا أكثر من الأخ سلمان وعبد الله في هذه الفقرة.